بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات التي سمعناها يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. الله سبحانه وتعالى ما فرض علينا إلا ما نستطيعه، ويسر لنا سبحانه في ذلك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن رحمته سبحانه رحمته بنا أنه لم يكلفنا بأشياء تشق علينا أو لا نستطيعها. الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا من رحمته سبحانه، وإلا فلو فرض علينا أن نقتل أنفسنا الأمر شاق، أن الإنسان يقتل نفسه، أو فرض علينا أن نخرج من ديارنا وأوطاننا، هذا أمر شاق، لأن الإنسان يحب وطنه ويحب بلده ولا يخرج منه إلا لسبب
اقتضى أنه يخرج إما دينا كالهجرة وإما دنيا كطلب الرزق. ولو أنه ترك لبقي في بلده، لهذا حب الأوطان في غريزة في نفوس الناس. ولو أن الله كتب علينا قتل أنفسنا كما أمر بني إسرائيل بذلك عقوبة لهم، عقوبة، وإلا فإن الله جل وعلا لا يرضى هذا، لكن فرضه عقوبة عليهم. قال لهم موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، لأنهم عبدوا العجل مع الله سبحانه وتعالى. العجل الذي صنعه لهم السامري قالوا: هذا إلهكم وإله موسى، فعبدوه من دون الله عز وجل، شرك، شرك أكبر. عاقبهم الله سبحانه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم هو الله سبحانه وتعالى فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. هذه عقوبة، عقوبة من الله، لأن فعلهم هذا أقبح الأفعال، يعبدون الصورة، يعبدون الهيكل الذي صنعه واحد منهم. أو اخرجوا من دياركم كما حصل أيضا لبني إسرائيل، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقع عليهم الوباء في بلدهم وكثر الموت فيهم، خرجوا هاربين، قال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. الله جل وعلا رحم هذه الأمة المحمدية، يسر لها وخفف عنها ولو أنه فرض عليهم هذا ما فعلوه إلا قليل منهم. من يصبر على قتل نفسه، من يصبر الخروج من بلده وبيته، إلا قليل من الناس، أما الكثير فلا يصبرون على هذا. من رحمته أنه جل وعلا لم يفرض علينا هذا. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني فعلوا ما شرعه الله لهم، لو أنهم فعلوا ما شرعه الله لهم فحصلوا على أربعة أشياء. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني ما أمروا به، شرع لهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، هذه واحدة، لكان خيرا لهم، لأن فعل الطاعة خير، فعل الأمر خير للعبد، بخلاف المعصية فإنها شر، هذه واحدة. ثانية وأشد تثبيتا، إن الله يثبتهم على الدين جزاء لهم على فعل ما أمرهم به، يثبتهم. من الذي يعصي الله فإنه قد لا يثبت على الدين، قد ينحرف، لا
إنه إذا فتح لنفسه باب المخالفة سهل عليه ذلك ثم ترك أوامر الله عز وجل، لكن إذا فعل ما أمر به فتح الله له باب التثبيت على الحق، ففعل الطاعة سبب للثبات على الدين، فعل المعصية سبب للانحراف عن الدين. الأمر الثالث: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. لآتيناهم من لدنا، من فضل الله سبحانه وتعالى، أجرا عظيما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه. فالطاعة جزاؤها الأجر، والمعصية جزاؤها العقاب. ولهذا يقول الأصوليون: الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. فإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. والله ذو الفضل العظيم يؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. والأمر الرابع: ولهديناهم صراطا مستقيما. لهديناهم، وفقناهم، يعني وفقناهم لسلوك الطريق الصحيح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كله ثواب الطاعة، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لوجدوا كل هذه الأوعاد الكريمة من الله سبحانه. والله جل وعلا لا يخلف وعده. فانظروا كم في الطاعة من الخيرات والبركات والأجور، وهي أمر يسير على العبد، أمر ميسر. ما كلف أن يقتل نفسه، ما كلف أن يخرج من بلده، بل أمر بشيء يسير عليه، ومع هذا يحصل على هذه الخيرات من الله سبحانه وتعالى. فهذا ترغيب من الله جل وعلا في فعل الطاعات. ثم قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول، يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هذا زيادة وعد من الله عز وجل. صاحب الطاعة من يكون معه؟ من هم رفقاؤه؟ رفقاؤه هؤلاء الذين ذكرهم الله: يطع الله والرسول بفعل أوامره سبحانه وتعالى وترك ما نهى عنه، ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله. والله جل وعلا قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فطاعة الرسول تأتي بعد طاعة الله عز وجل، وثوابها ثواب طاعة الله، لأن الرسول مبلغ عن الله جل وعلا. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
وفي هذا دليل على العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث الثابتة عنه. كما يجب العمل بالقرآن، يجب العمل بالقرآن ويجب العمل بالسنة، لأن العمل بالقرآن طاعة لله، العمل بالسنة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول لا يأمر إلا بطاعة الله عز وجل، لا يأمر إلا بما يرضي الله، ولا ينهى إلا عما يغضب الله سبحانه وتعالى، بخلاف غير الرسول فإنه قد وقد، قد يأمر بالطاعة وقد يأمر بالمعصية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما الرسول فهو مضمون أنه يأمر إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أنت في الصلاة في قراءة الفاتحة ماذا تقول في آخرها؟ تقول: اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ الذين أنعمت عليهم، الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ بينهم في هذه الآية: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. هذه المرتبة الأولى. الأنبياء أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام. تكون مع النبيين، إذا أطعت الله والرسول تكون مع النبيين، هذا وعد الله جل وعلا، تكون مع النبيين. من النبيين والصديقين، بعد النبيين الصديقون، جمع صديق وهو المبالغ في الصدق، الذي لا يكذب ولا يستعمل الكذب أبدا، هذا هو الصديق، هو الصديق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الذي لا يصدر منه كذب لا يتعمد الكذب هذا الصديق. وهذه صفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حاز على هذه المرتبة من النبيين والصديقين. مريم عليه السلام صديقة أيضا، وأمه صديقة، فمريم ليست نبية وإنما هي صديقة، صديقة لا تكذب أبدا، لا مع الله ولا مع خلقه. والصديقين. الصنف الثالث: الشهداء، وهم الذين يقتلون في سبيل الله، الذين يقتلون في سبيل الله يقال لهم الشهداء. وهذا عمل جليل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. هم ماتوا في الدنيا، قبضت أرواحهم في الدنيا، لكن في الآخرة هم أحياء، حياة برزخية، حياة برزخية لا تنقطع أبدا، لما بذلوا أرواحهم في سبيل الله عز وجل منحهم الله مرتبة الشهادة.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نحن ما ندري, نشوفهم أموات ندفنهم أموات وهم أحياء لكن ما نشعر بحياتهم, هذه عند الله سبحانه وتعالى. هم أحياء حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الشهداء والمرتبة الرابعة والصالحين من أهل الإيمان والطاعة الذين لم يبلغوا مرتبة الشهداء والصديقين لكن لهم أجر عند الله سبحانه وتعالى. كل صالح, كل صالح وهو الذي استقام على طاعة الله وترك معصية الله فهو صالح, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا تستوحش ومعك هؤلاء, لا تستوحش إذا أطعت الله ورسوله فلا يهمك الناس ولا تستوحش ولا تخشى إلا الله لأنك تسير على طريق يسير عليه هؤلاء, أنت في صحبتهم فكيف تستوحش أو تخاف من الناس أو من تهديدهم؟ أبدا لا تخاف, أنت على طريق مستقيم ويرافقك هؤلاء خيرة الخلق, هم رفقاء, حسن أولئك رفيقا. خلاف العصاة والكفار والمنافقون فرفقاؤهم فرعون وهامان وقارون وقادة الكفر والعياذ بالله في جهنم. فأيهما تحب أن ترافق, هؤلاء ولا ترافق الكفرة والظلمة والطغاة؟ العاقل ما يرغب في مرافقة الأشرار والكفار والمنافقين والعصاة, إنما يرغب في مرافقة الأخيار. هذا العاقل المؤمن. فكيف تعدل عن مرافقة هؤلاء إلى مرافقة الأشرار من الخلق, إبليس وجنوده؟ نسأل الله العافية. حسن أولئك رفيق, لا أحسن من مرافقة هؤلاء, لكن هذا يحتاج إلى إيمان, يحتاج إلى صبر, يحتاج إلى يقين, يحتاج إلى تصديق بوعد الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت مرافقة هؤلاء فاسلك طريقهم. وذلك أن تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم كما في سورة الفاتحة, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب, يعني غير صراط المغضوب عليهم, وهم اليهود وكل من سلك طريق اليهود من العلماء الذين لا يعملون بعلمهم. الله ما لعن اليهود وغضب عليهم إلا لأن عندهم علم, إلا لأن عندهم علما لكنهم لا يعملون به غضب الله عليهم. ولا الضالين, أي ولا صراط الضالين. الضالون من هم؟ الضائعون. الضالون الذين يعملون على غير هدى, على غير علم, على غير بصيرة, وهم النصارى
وكل من عبد الله على جهل وضلال مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعمل بالبدع المحدثات، يقلد المبتدعة ويسير معهم، هذا ضال، هذا والعياذ بالله ضال، ضايع، يمشي على غير طريق. فعلى المسلم أنه يتبصر في هذا. لماذا فرض الله علينا قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا وفي آخرها هذا الدعاء العظيم؟ تأمل هذا. حسن أولئك رفيقا. ثم قال ذلك الفضل من الله. الفضل هذا الحصول على مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا يكون فضل من الله، يوفق له من شاء من عباده، توفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم وأن يتفضل عليك بهذا الفضل العظيم. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الله يعلم من يصلح لهذا فيوفقه له، ويعلم من لا يصلح لهذا فلا يوفقه له. فهذا بيد الله، فعليك أن تلح بالدعاء من الله سبحانه أن يوفقك للصراط المستقيم، وأن تكون مع هؤلاء الخيرة من خلق الله عز وجل. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، يعلم من يصلح لهذا ومن لا يصلح. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، هذا ندى من الله سبحانه لعباده المؤمنين لأمر مهم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. خذوا حذركم منين؟ خذوا حذركم من أعدائكم من الكفار والمنافقين في كل زمان ومكان. أنتم على خطر من هؤلاء الأعداء، خذوا حذركم، انتبهوا، لا تغفلوا، لا تحسنوا الظن بأعدائكم، احتاطوا، خذوا حذركم. هذا فيه الحذر من كل شيء، فيه شر وفيه خوف، فيه خطر، خذ حذرك. لا تقل أنا متوكل على الله، أنا متوكل على الله، وتهمل الأسباب. خذ حذرك، هذا من الأسباب. خذ حذرك، توكل على الله، نعم، ولكن مع هذا خذ حذرك. خذوا حذركم، أعدوا السلاح والقوة لأعدائكم، هذا من أخذ الحذر. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمون. خذوا حذركم فاستعدوا، استعدوا بالقوة ما استطعتم في كل زمان بحسبه. القوة تختلف في كل زمان بحسبه، فخذ ما يوافق
كل زمان، استعدوا ولا تهملوا، ولا تقولوا نحن مؤمنون ونحن متوكلون على الله وتهملون الأسباب. لا، خذوا بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل المتوكلين، ومع هذا كان يأخذ الحذر، كان يأخذ الحذر، كان يلبس المغفر على رأسه، يلبس درع الحديد على جسمه، كان عليه الصلاة والسلام يحمل السلاح، ولم يقل أنا رسول الله وأنا ما يصل إلي أحد والله يحفظني، لا، هو يقول هذا، يقول أنا رسول الله، ويقول أنا متوكل على الله، ويقول أنا بحفظ الله، ولكن مع هذا يأخذ حذر، يأخذ الأسباب، يلبس السلاح، يعد السلاح، يكون الجنود. فخذوا حذرا. أيضا من أخذ الحذر التنبه لمخططات الكفار. الكفار يخططون دائما وأبدا لإهلاك المسلمين، ولا يألون جهدا، فلا تأمنوهم أبدا، كونوا على حذر منهم ومن مخططاتهم ومكرهم وكيدهم، وإلا فإنهم سيعملون لكم المهالك والحفر. خذوا حذركم منهم، لا تحسنوا الظن بهم أبدا، خليك على حذر من الكافر ومن المنافق ومن الكذاب، خليك على حد، خذوا حذركم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم المعنوي والحسي. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. انفروا يعني يخرجوا للجهاد في سبيل الله، ثبات يعني متفرقين، سرايا، جماعات، أو انفروا جميعا، اجتمعوا وانفروا جميعا، جيش، هذا يسمى الجيش، والقطع من المجاهدين يسمون بالسرايا، وهذا حسب أوامر ولي الأمر والقائد، يكون السرايا ويكون الطلائع ويكون الجيش. فانفروا ثبات أي متفرقين حسب المصلحة والتخطيط، أو انفروا جميعا جيشا متكاملا مجتمعا حسب المصلحة وحسب الكيد للكفار. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لما قال انفروا حذر من التثاقل عن ذلك، وإن منكم لمن ليبطئن، ما ينفر ويبادر، بل يتباطى عن الخروج في سبيل الله، تباطى عن الخروج مع المجاهدين، تكاسل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ إذا استنفرتم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا استنفرتم فانفروا. إذا استنفرتم فانفروا، إذا أمركم ولي الأمر بالنفير فانفروا ولا تتباطوا، وإن منكم لمن لا يبطئن. ثم ماذا تكون العاقبة؟ إذا تأخر، فإن أصابتكم مصيبة من العدو، سلط عليكم العدو،
وأصبتم لسبب من أسباب الهزيمة فرح، قال الحمد لله أني ما خرجت، أني ما تسرعت ولا خرجت. إن أصابتكم مصيبة لا يقولن نعم قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، لم أحضر هذه المصيبة، أنا تأخرت وصارت خيرة، ما هي بخير، لو خرجت وأصابك ما أصاب المسلمين لكان أرفع لك عند الله وأحسن لك من تأخر. فإن أصابتكم مصيبة لا يقولن وإن منكم لمن لا يبطئن، فإن أصابتكم مصيبة لا يقولن قال قد أنعم الله علي، اعتبره نعمة، هذه اعتبر التأخر نعمة وهو نقمة ما هو نعمة. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، ما هي بنعمة هذه، ويقول أنعم الله علي، قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يعني حاضرا هذه المصيبة، يعتبر هذا نعمة بقصر نظره وضعف إيمانه. ولئن أصابكم فضل من الله، الناحية الثانية إذا نصر الله المسلمين وغنموا وهم تأخر ولا حصل على شيء، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني كنت معهم، تمنى ما فاته في الدنيا وما فاته في الآخرة أكثر. فهذا فيه تحذير من التأخر عن الخروج للجهاد في سبيل الله إذا دعا الداعي إليه، دعا الداعي إليه فبادر ولا تتثاقل عنه، حتى ولو كان في خطر أنت على أجر، أنت على أجر وخير، سواء غنم المسلمون وانتصروا أو أصيبوا بقضاء الله وقدره بسبب من الأسباب الذي قصروا فيه فأصيبوا، ما يصابون إلا بسبب تقصير منه، وهم على خير على كل حال، سواء أصيبوا أو انتصروا هم على خير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: هل القبر المسلوب لأمنا حواء في جدة صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا كذب، ولا يعلم قبر حواء ولا قبر آدم ولا يعلم قبر نبي من الأنبياء غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعلم مكان قبره، وإنما هي دعاوى وأكاذيب تخرصات لا دليل عليها، والله سبحانه أعلم بالمصلحة. لو كان في تعيين قبورهم قبر حواء قبر آدم قبر قبور الأنبياء، لو كان في تعيينها خير لنا لبينه لنا سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم لبس الإحرام الذي به إزرار للكبابيس؟ لا يجوز يا إخوانا الاحتيال على ما يشبه الخياطة في الإحرام، حط لها زرير يزرر، يحط له مشابك يشبك، هذا ما يجوز، لأن هذا هو معنى، يعني هذا معنى المخيط تقريبا.
احتيال، هذا احتيال على لبس المخيط. الإزار ثبته بالحزام يكون عليه، وأما الرداء خليه مفتوح يا أخي، أهول لك أحسن لك، لا تشبكه على نفسك، خليه مفتوح، إذا شئت تطرحه، إذا شئت تلبسه يصير تحت حاجك وتصرف. نعم. يقول حلفت وأنا في حالة غضب على زوجتي وقلت لها إذا ذهبت إلى ذلك المكان فأنت في ذمة نفسك، فما حكم ذلك؟ السائل وين هو فيه؟ هي بلد، إن كان هنا المملكة يذهب للمحكمة الشرعية يسأل القاضي، أو يأتي لدار الإفتاء ويسأل ويشاف سؤاله ويستفصل معه ويسجل كلامه ويوقع عليه، ما هو المسألة بس على طول، يحتاج إلى إجراءات هذا، إما يذهب للمحكمة التي قريبة منه، وإما أن يأتي إن كان قريب من الإفتاء يذهب إلى الإفتاء في الطائف وفي الرياض، يسر الله أمره إن شاء الله. وأما إن كان في غير المملكة يذهب إلى العلماء الذين في بلده أو من وكل إليهم الإفتاء، يروح لدور الإفتاء في بلده. نعم. تقول السائلة امرأة على وجهها ويديها وشم منذ كانت صغيرة، وبقي هذا الوشم فيها حتى علمت أنه حرام، والآن هي في 70 من العمر، فما الحكم؟ الوشم حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهو من أفعال الجاهلية، فلا تقدم عليه المرأة المسلمة، ما تقدم عليه أبدا، لكن إذا عمل فيها أو عملته عن جهل منها ثم علمت تحريمه، إن استطاعت أن تزيله فإنها تزيله، وإن لم تستطع إزالته فإنه يبقى، وعليها التوبة إلى الله عز وجل. نعم. يقول السائل هل الخروج من مكان العمل لأجل تعزية أحد الموظفين جائز أم لا؟ الخروج اللي ما يأثر على العمل لا بأس به، أما الخروج اللي يأثر على العمل ويعطل العمل لا يجوز هذا. نعم. ما حكم التسبيح بالسبحة والاستغفار بها مع العلم أنها معينة جدا؟ لا داعي لها، الأصابع أحسن، سبح بالأصابع، تعد التسبيح بعقد الأصابع هذا أحسن، أو بحصى تأخذه معك تعد به التسبيح كما فعلت جويرة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، تعد بالحصى أو بالأصابع. وأما السبحة أصبحت الآن شعار للصوفية، يعتقدون فيها الفضل، يعتقدون فيها أنها مشروعة، فلا تتشبه بهم، ما تتشبه بهم ولست بحاجة إليها. نعم. يقول خالي لم ينجب أولادا وتمنى أبناء من الملجأ وحرم الورثة من إخوانه وأخواته، ما حكمه؟ نعوذ بالله من التبني، تبني أبطله الله جل وعلا، أبطله الله، هذا كان في الجاهلية، الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، كما في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين، يقول أخوي أخي في الدين، في الدين ما هو في النسب، أخي في الدين، ومواليكم إذا كانوا مملوكين، أما أن تجعله ابنا لك مثل ابن النسب هذا أبطله الإسلام ولا يجوز، من الكبائر ولا يجوز هذا، لا سيما إذا
لأنه يترتب عليه المحرمية، دخول على النساء، ترتب عليه الميراث، حرمان الورثة، لا يجوز، باطل. نعم. يقول: ما حكم زيارة ومواصلة الأقارب الذين عندهم مخالفات شرعية وبدع وفرديات، وهل يجوز عيادتهم في المرض؟ لا تجوز زيارتهم إلا من باب الدعوة إلى الله. إذا كنت تدعوهم إلى الله وتأمرهم بالتوبة والاستغفار، لا سيما المريض أن يستغفر ويتوب ليختم له على خير، هذا طيب. أما أن تزورهم وتجلس معهم مستانسا بهم ولا تنكر عليهم ولا تنصحهم، هذا لا يجوز. نعم. يقول: كيف نتعامل مع الأقارب الذين يستهزئون بالسنة؟ تعامل معهم بما سمعت، بالنصيحة والإنكار عليهم. إذا لم يمتثلوا ابتعد عنهم، لأن اللي يستهزئ بالسنة كافر والعياذ بالله، كافر. يستهزئ بالسنة ويسخر من السنة مثل اللي يسخر من القرآن، سواء. نعم. هل يجوز من أطلب العلم عن طريق الاتصال هاتفيا بالعلماء الربانيين، أم لا بد من الجلوس عندهم في الدروس والمحاضرات؟ الاتصال لأجل السؤال والفتوى لا بأس، أما الاتصال للتعلم لا، هذا ما يصلح ولا يكفي. لازم من الذهاب إلى العلماء والجلوس إليهم واستماع دروسهم وسؤالهم مباشرة، هذا طلب العلم. نعم. إذا كان الإمام لا يترك مجالا لقراءة الفاتحة، ما حكم المأموم في قراءة الفاتحة؟ تسقط عنك، إذا لم تتمكن من قراءتها سقطت عنك والحمد لله، وتكفي قراءة الإمام. نعم. يقول: هناك أشخاص إذا شاهدوا شابا ملتحيا ومقصرا الثوبة بدأوا يسخرون منه وقد يتهمونه بالنفاق والتشدد، ما حكم هؤلاء؟ أما إعفاء اللحية توفير اللحية، هذا أمر واجب، ولو سخروا منك لا تلتفت إليه، هم المخطئون وأنت مصيب والحمد لله، أنت على السنة. وأما تقصير الثوب، الثوب إلى الكعب، هذا الثوب إلى الكعب، وما كان أسفل الكعب فهو في النار، هذا إسباب. اترك ثوبك إلى كعبك، ولا حاجة أن تتكسر. إلا صرت في مجتمع ما يقصرون الثياب، لا تشذ عنهم وهم على سنة، ما هم على بدعة. إذا كان إلى الكعب هذا سنة، لا تمشي معهم الحمد لله. نعم. يقول: إذا جئت وقد كبر الإمام لصلاة الجنازة وفاتتني تكبيرتين، فماذا أفعل؟ كبر معه واعتبرها الأولى لك، فإذا سلم فأكمل التكبيرات ثم سلم مثل المسبوق في الصلاة. نعم. ما حكم التهنئة بيوم الجمعة؟ لا أصل لهذا، لا أصل للتهنئة بيوم الجمعة، لا أصل لهذا. نعم. يقول: من اقترض عملة أجنبية، ما حكمه وهل حكمه حكم الذهب والفضة؟ نعم، النقود كلها سواء كانت من الذهب والفضة أو من الأوراق النقدية التي اعتبرت نقودا، فإذا صار عليك دين قرض أو غيره سدد له من جنس ما اقترضت منه، أو تصارفه في ذلك، تعطيه من عملة أخرى من باب الصرف بشرط التقابض في المجلس. نعم. يقول: عندما أكون في المسجد وأخرج للوضوء وأعود، هل أصلي تحية المسجد؟ ما تشرع تحية المسجد إلا لمن قدم دخل المسجد أول مرة صلي، أما إنسان جالس في المسجد ثم خرج لحاجة ويرجع قريبا، هذا في حكم الجالس، تكفي التحية الأولى. نعم.
ما حكم الصلاة خلف من لا يحسن قراءة الفاتحة ويصر على التقدم وهناك من هو خير منه لإمامة المصلين؟ إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فلا تصح إمامته إلا بمثله، وأما إذا كان اللحن خفيف ولا يغير المعنى ألا تصح الصلاة خلفه مع وجوب اختيار الإمام الذي يتقن الفاتحة ويجيد القراءة. نعم. يقول هل يجوز أن نطلب العلم على الذين يرون العمل شرطا في كمال الإيمان ولا يرون العمل شرطا في صحة الإيمان وذلك في غير العقيدة كالفقه ورسوله؟ إذا وجدت من هو أحسن منهم مطلوب العلم على من هو أحسن منهم، على من هو على عقيدة أهل السنة والجماعة، إذا لم تجد فلا بأس أن تطلب العلم عليهم من فقه ونحو وغير ذلك، ولكن لا تتبعهم على ما هم عليه من الخطأ في العقيدة. نعم. يقول من لم يقل الدعاء في بداية السعي هل عليه كفارة؟ لا، الدعاء في السعي سنة وليس واجبا، يصح السعي بدون دعاء. نعم. يقول السائل هل الميت يشعر بما يحل لأهله في الدنيا وهل يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، وهل إذا وقف أحد على قبره يشعر به؟ يا أخوان هذه أمور البرزخ وأمور الآخرة ما يتكلم فيها إلا بدليل، ولكن زيارة القبر للسلام على الميت والدعاء له ألا فيه أجر وفيه خير للحي والميت، وأما أنه يدري عن أحوال أهله ويدري الله أعلم، قد يكون وقد لا يكون، الله أعلم. نعم. يقول إذا شك الشخص في وجود رقعة على ثوبه ولا يدري هل هي مدي أو من، فهل يغتسل احتياطا؟ ما إذا كان هذا من أثر النوم، يعني قام من النوم وجد على ثوبه أثر خارج أو بلل، فهذا يعتبره مني لأنه نايم ولا يشعر، وعليه أنه يغسله من باب التنظيف لا من باب الوضوء، المني طاهر لكن يغسل من باب النظافة، لكن عليه الاغتسال من الجنابة إذا قام عليه رطوبة أو رأى على ثوبه أثر مني، فهذا يكون احتلم ولا يدري، عليه يجب عليه الاغتسال من الجنابة. نعم. يقول أريد من شخص مبلغ من المال فجاءني مال صدقة، هل أأخذ بنية سداد الدين عن ذلك الشخص؟ نعم. يقول أريد من شخص مبلغ من المال فأتاني مال صدقة لتوزيعه، هل أأخذ بنية سداد الدين عن ذلك الشخص؟ لا، ما يصلح، ما إنسان أنت فقير خذه لحاجتك أنت، إن كان إنك فقير ومن أهل الزكاة أخذوه لحاجتك أنت، أما تأخذه على أنه تسديد عن الميت ما يكون تسديد عن الميت إلا بنية الدافع، إذا نوى الدافع أن هذا لتسديد الميت ولا هو من الزكاة ما يسدد عن الميت من الزكاة، الزكاة للأحياء وليست للأموات، لكن من أراد يتبرع للميت ويسدد دينه هذا طيب. نعم. شاب يعاني من الوساوس في البسملة والوضوء والطهارة والاستنجاء والصلاة، ما هو العلاج؟ ويكبر في الصلاة ويقول ما كبر ويشعر أن ريحا خرج منه. لا يلتفت للوساوس، يرفضها ويتركها يستمر في صلاته وفي عبادته طهارته، يستمر ولا عليه، يستعيذ بالله من الشيطان، إذا أحس بالوساوس استعيذ بالله من الشيطان ولا يلتفت إلى هذا ويستمر في عمله. نعم. يقول أتى من السودان بالطائرة ولم يرتدي لباس الإحرام إلا في مكة وهو جاهل، فما الحكم؟ إذا كان ما نوى الإحرام، ما نوى الإحرام عند الميقات وجاء مكة ولم يحرم إلا من مكة،
فإحرامه صحيح لكن عليه فدية عن تعدي الميقات، تصح عمرته لكن يجب عليه ذبح فدية عن تعدي الميقات بدون إحرام، البحوة في مكة يوزعها على الفقراء، إذا لم يجد يصوم 10 أيام. نعم. هل فساد أحوال المسلمين من أشراط الساعة؟ أشراط الساعة ما يقال بها إلا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء في القرآن أو ثبت عن الرسول، ولا ما يقال هذا من أشراط الساعة وما عليه دليل. نعم. ما حكم الذين يأتون للعمرة وينشغلون بالتصوير؟ هذه معصية وإثم، هم جاءوا للعبادة والطاعة كيف ينشغلون بالتصوير؟ هذا إثم، هذا معصية، يعاقبون عليه إذا لم يتوبوا. نعم. كنت أرغب في شراء السيارة فطلب مني البنك فاتورة عرضة ثم يشتري البنك السيارة بعقد شراء من المعرض ثم يبيع البنك السيارة بعقد بيع للزبون بالأجل، ما حكم هذه المعاملة؟ هذا ما هو صحيح ولا هو، هذا كله تلاعب من البنك. إذا كان البنك يريد يبيع سيارات يأمنها قبل، تصير السيارات عنده بحوزته، ثم إذا جاءه الزبون أو المستدين يبيع عليه من هالسيارات الموجودة. أما أنه ما عنده سيارات يقول رح للمعارض وجيب لنا تسعيرات ويكتب عليك قيمتها وهو ما ملكها من قبل، هذا لا يجوز. نعم. أحرمت من المدينة وجئت مكة واغتسلت واستعملت الصابون ومزيل العرق عن جهل، هل علي شيء؟ لا بأس أن المحرم يغتسل ويتنظف بالسدر أو بالمنظفات اللي ما فيها طيب، المنظفات اللي فيها طيب لا يستعملها، أما المنظفات التي ليس فيها طيب يستعملها، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لكن يتجنب ما فيه طيب. نعم. أخي يعاني من عقدة نفسية وهم وهو ينكر ويهجر كل من يحثه على العلاج، لذلك ترك العيش معنا، فهل نكذب عليه ونقول له بأنه ليس مريضا حتى يعود ويعيش معنا؟ ما هو كذب هذا، قوله أنت طيب ولا أنت مريض، ولا من باب إزالة الخوف عنه توسيع عليه، هذا ما هو كذب، هذا طيب. نعم. ما حكم ذهاب النساء إلى صالات الأفراح؟ لا بأس إذا كانت خالية من المنكرات، صلاة الأفراح خالية من المنكرات لا بأس ذهاب النساء إليها، أما إذا كان فيها منكرات لا يجوز للنساء أن تذهب إليها. نعم. ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة إما داخل حدود المسجد أو في الساحة الخارجية ومن الصعب نبش القبر وإخراج الميت، هل الصلاة باطلة وما موقفنا نحن إذا سافرنا خارج هذه البلاد المباركة وصلينا في تلك المساجد، هل علينا إعادة الصلوات التي صليناها؟ لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر، لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات، والنهي يقتضي الفساد، ألا تصح الصلاة، ومن صلى في مسجد فيه قبر عليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة لأن صلاته غير صحيحة، والأرض واسعة ولله الحمد، لا تروح للمساجد اللي فيها قبور، صل ولو في بيتك ولو في مسجد آخر ما فيه قبر التمس. نعم. يقول هناك طوائف تحتفل بليلة النصف من شعبان ويقولون بأن عمر رضي الله عنه كان يحتفل بهذه الليلة، فنرجو بيان الحكم. كذبوا على عمر، ما كان عمر يفعلها، عمر من أشد الناس ابتعادا عن البدع والتحذير منها، وليلة النصف من شعبان ما ثبت فيها شيء،
ولا في صيام يومها يوم 15، ما ثبت هذا. هذا من البدع التي ما أحدث الله بها ما أنزل الله بها من سلطان. والذي يريد العبادة والطاعة عليه بالمشروع وعليه بما شرع الله ورسوله، وهذا يغنيه عن البدع. نعم. يقول: إذا صلينا على الجنازة في المسجد ثم ذهبنا بها إلى المقبرة، هناك بعض الجماعة يصلون عليها مرة أخرى في المقبرة، ما حكم ذلك؟ لا بأس، اللي ما صلى عليها يصلي عليها ولو في المقبرة. الصلاة على الجنازة تجوز في المقبرة، الصلاة على القبر تجوز على الميت، هذا خاص بالصلاة على الجنازة فقط. نعم. هل المسلم يسأل في قبره عن مسائل الجرح والتعديل؟ أبلشتونا عند هالجرح وهالتعديل يا أخوان، هذا ما هو بشغل لكم، هذا عند المحدثين في الأسانيد. أما اللي تقولون جرح وتعديل، هذه غيبة ونميمة، ما هي بجرح وتعديل. توبوا إلى الله واتركوها. نعم. ما حكم ما يسمى بحملة الاستغفار عبر وسائل الجوال؟ ها؟ حملة الاستغفار. الاستغفار ما له حملة يا أخي، الاستغفار ما له حملة، كل يستغفر ربه عز وجل ولا يرتبط بأحد ولا بجماعة، ولا الباب واسع ولله الحمد، باب الاستغفار مفتوح. نعم. امرأة مشرطت شعرها وهي معتمرة، هل عليها شيء؟ إذا كانت استعملت طيب متعمدة وفعلت محظور، عليها فدية مخيرة، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. أما إذا كانت ما تعمدت هذا الشيء ليس عليها شيء. نعم. ما حكم من نسي أن ينوي العمرة ولم يتذكر إلا بعد الخروج من وادي العقيق؟ من؟ ما حكم؟ نسي أن ينوي العمرة ولم يتذكر إلا بعد أن خرج من وادي العقيق. من أي طريق جاي؟ ذات عرق، جاي من ذات عرق، عبد العقيق عند ذات عرق. إذا كان تعدى الميقات، إذا كان تعدى الميقات وأحرم بعد ما تعدى الميقات، كن عليه فدية. نعم. كيف يصلي المسافر الظهر إذا دخل مكة والأذان يؤذن للعصر؟ كيف يصلي المسافر الظهر ودخل مكة والمؤذن يؤذن للعصر؟ إيه، إذا فرغ المؤذن من الأذان يصلي. هو متى جاء؟ المسافر دخل مكة والمؤذن يؤذن للعصر وهو لم يصلي الظهر. إيه، إذا فرغ المؤذن من الأذان يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر مع الجماعة. نعم. تقول السائلة: ما حكم أخذ المرأة حبوب منع نزول الدورة الشهرية في رمضان من أجل أن تتمرن للعبادة؟ ما حكم أخذ حبوب منع نزول الدورة الشهرية في رمضان؟ لا بأس بذلك، ولكن تستشير الطبيب لئلا يكون هذه الحبوب فيها ضرر عليها. إذا قال الطبيب ما فيها ضرر فلا بأس أن تستعملها لرفع العادة حتى تصوم رمضان. نعم. من أدى العمرة ونسي أن يشرب بماء زمزم أو يغتسل منه، هل عليه شيء؟ شرب من ماء زمزم ليس من أعمال العمرة، هذا سنة مستقلة، يشرب من زمزم بنية التبرك به واستشفاء من المرض، وهو عبادة مستقلة ولا علاقة له بالعمرة، عمرة صحيحة ولو لم يشرب من زمزم. نعم. هل الدفن في مكة أو المدينة له فضل عن أي مكان آخر يدفن فيه الميت؟ نعم، الدفن في أرض الحرمين أفضل، ما في شك، أفضل لمن تيسر له ذلك. نعم. يقول: ما حكم قراءة القرآن بالمقامات الصوتية تجويدا وتبكيلا؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يوصف به المقامات؟ مقامات ما حدثت إلا عند الصوفية، ما هي معروفة،
هذه من الاصطلاحات الصوفية. والقرآن يقرأ كما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمن جاء بعده، ولا نجيب طرق محدثة، نجيب طرق محدثة، هذا من الابتداع في الدين. والقرآن ميسر ولله الحمد، لا تتكلف شيئا لا تستطيعه، أو اقرأ بما تستطيع والحمد لله بما أتاك الله، حسن صوتك. وأبو موسى الله رزق صوتا حسنا، فأنت إذا كان الله رزق صوتا حسنا فهذه نعمة. الله أكبر الله أكبر.